بيكم، يا رب يكون الجميع بألف صحة وخير. تعالوا بقى نشوف الخبر ده معانا. بسبب فيروس كورونا مشادة كلامية بين فنان سعودي وكويتي، تعالوا نعرف مين هم الفنانين دول وايه اللي حصل بالظبط. استنكر الفنان الكويتي عيسى المرزوق رد الفنان السعودي عايد يوسف خلال ظهور في حلقة برنامج كاربل كاريوكي للإعلامي هشام الهاويش، بعد أن سأل عن رأيه بالمرزوقي. وأدى الفنان يوسف حركة غريبة بعد سؤاله عن رأيه بعدد من الفنانين ومن بينهم الفنان المرزوق، فما كان من الفنان السعودي إلا أن أخذ مطهرا ووضع قليلا منه على يده وعلى يد الإعلامي أيضا. وهاجم المرزوق الفنان السعودي بتعليق عبر حسابه في تويتر دون أن يذكر اسمه مباشرة، وقال: وفي عالم الوقاحة أصبح الأدب ملفت للنظر. واستنكر في مقطع فيديو التصرف معتبرا أنه تصرف أطفال ويجب عليه أن يكون رجلا أكثر من ذلك. بدوره عاود الفنان السعودي عايد يوسف الظهور في رد على تعليق المرزوقي مظهرا ذات ردة الفعل التي أظهرها في برنامج الهويش، حيث ارتدى كمامة وغسل يده بمطهر مؤكدا أنه الأمر الوحيد المفيد في الموضوع. ومن جهتها رد المؤلف محمد الشطا على تويتر على تصرف الفنان السعودي وقال: عايد، أنا محمد الشطا الذي عملت أغاني عيسى أكثرها أرد عليك بذات المستوى، أنا الذي عملته مع عيسى المرزوق، لو تحاول 400 سنة لن تقدر أن تعمله، لا أنت ولا من يساندك يا أخي. إذا أردت أن أهبط معك بالأسلوب فأنا حاضر، تبي نتكلم باحترام أعتذر، والاعتذار من شيم الرجال ولا الثوب بس شكل. وليست هذه المرة الأولى التي يستهزأ بها الفنان السعودي عايد يوسف بالفنان الكويتي عيسى المرزوق، حيث سبق له أن سخر من أغانيه في مقطع فيديو له. طبعا يا حبايبي ديت المشادة الكلامية يعني داخل فيها بقى مطهرات وكمامة ومش عارفة ايه بسبب الفيروس يعني، فطبعا حصل بسبب الفيروس دوت مشادة كلامية بين الفنانين دول السعودي والكويتي. السعودي عايد يوسف والكويتي عيسى المرزوق زي ما احنا شفنا كده معانا. طبعا هستنى اسمع رايكم يا حبايبي في قسم التعليقات، هل يعني الموضوع اصلا يستاهل، وهل الوقت اللي احنا فيه دوت يعني وقت يستاهل ان تحصل مشادة وخناقات يعني. مع السلامة.